تندفع هذه الأسماء على بركة الله في سادس الأشواط بمشاركة نجيب الزمان، سلوم الخالدية، فاكر دوبوي، متوكل الخالدية، داجيلوت السير، عامر مرشد، عيسى كزاز، قصورة الخالدية، وأسوان. ستأخذ هذه الأسماء لفة كاملة حول المضمار. إذا 10 من الجياد الأصيلة تمر من أمام المنصة الرئيسية وقصورة الخالدية، إبن ليث الخالدية مع عبد الله العوفي يبدأ إلى المركز الأول في متابعة إلى ثاني المراكز من سلوم الخالدية، ابن حاتم الخالدية، فيما نشاهد المحاولات من متوكل الخالدية بشعار ابناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز يأتي في ثالث المراكز. أما المركز الرابع لرقم واحد نجيب الزمان الأعلى تصنيف في هذا الشوط البالغ تصنيفه 124 بشعار اسطبل صفوة العاديات، ابن هلال الزمان مع لويس موراليس. هنا السباق لا زال على نفس الرتم منذ البداية، قصورة الخالدية المتصدر، هنا بدأ متوكل الخالدية بالتحرك مع إيدي كاسترو صاحب الست انتصارات، بينما نشاهد هلال الزمان يبدأ نجيب الزمان عفوا ابن هلال الزمان يبدأ باستحثاث لويس موراليس. الثلاثي الخطير في هذا الشوط هو المتصدر فاكر دوبوي في المركز السابع خلف الأسماء المتصدرة. هنا نشاهد الصدارة ما بين قصورة الخالدية و نجيب الزمان، هل سيكون هذا الثنائي خطوة بخطوة حتى خط النهاية؟ هذا ما سنعرفه بعد لحظات. نجيب الزمان الأعلى تصنيف من الخارج، قصورة صاحب التصنيف 122 من الداخل، التنافس يشتد، التنافس يشتد، ال 400 متر الأخيرة إلى نجيب الزمان إلى المركز الأول. هنا قصورة يطارد بكل قوة لا زال يصر، الثنائي العنيد في هذا الشوط نجيب الزمان قصورة الخالدية، من سيحسمها؟ منافسة قوية، لويس موراليس أم عبد الله العوفي؟ هنا نجيب الزمان إلى المركز الأول الأعلى تصنيف، ابن هلال الزمان في الظهور الأول هذا الموسم إلى المركز الأول، نجيب الزمان الأعلى تصنيف في هذا الشوط بطلا للشوط التحضيري لكأس الأمير عبد الله الفيصل. إذا نجيب الزمان ابن هلال الزمان لاسطبل صفوة العاديات رباط عبد الموزة والقيادة للويس موراليس يسجل الفوز الأول مشاركة الأولى هذا الموسم والفوز الثالث في سجله السباقي.